أهلا بكم في درس جديد من تعلم الرؤية الحاسوبية ومعالجات الصور Image Processing and Computer Vision. نكمل معكم بالموضوع المتعلق بإدراك الوجوه Face Recognition. فقد أتممنا إلى الآن القيام بتدريب أكثر من موديول وذلك على مختلف الداتا سيت وقمنا بتجريبها واختبارها على أكثر من عينة. فالآن سوف نحصل على النتيجة التالية. وفي درسنا لليوم ما نود القيام به هو ليس فقط التطبيق على صور ثابتة Static وإنما أود القيام بالتطبيق على فيديوهات وصور متحركة وذلك ضمن الريال تايم. فكيف أستطيع القيام بذلك؟ الخطوة الأساسية والمفتاح الرئيسي لحل أي مشكلة هو بتبسيطها وتحليلها وذلك لسهولة التعامل معها. ففعليا ما أقوم به في هذا الفايل هو تطبيق هذه العمليات وذلك على صورة واحدة فريم واحدة. فإذا استطعت القيام بتحليل الفيديو إلى فريمز صور وقمت بتطبيق هذه العمليات عليه ففعلياً وصلت إلى الغاية التي أرمو إليها. دعوني أقوم الآن بالتطبيق. بداية سوف أقوم بإنشاء فايل جديد Python. سوف نقوم بتسميته Recognize Videos. والخطوة الأولى هي نسخ هذا المحتوى. تمام. نقول هنا بعد القيام بتحميل موديل وسوف أقوم بتعليق هذه لأنه سوف أقوم بالقراءة من فيديو. سوف نقول هنا مثلا loading the video وهنا سوف نقوم بقراءة الفيديو. سوف نقول مثلا frames تساوي cv2 video capture وهنا سوف أقوم بإدخال المسار مثلا يعني أقوم باستخدام الفور سلاش. قمت بتحميل هذا الفيديو ومن ثم سوف أقوم بالدخول ضمن الحلقة وذلك العبور على هذه الفريمات. نقول طالما هذه الفريمز is open وهنا قم بالقراءة. سوف أقوم بالاستعلام باستخدام flag لرؤية ما إذا كانت هناك فريم ونقول هنا إما image أو فريم. سوف أقوم باستخدام image وذلك لأنها مستخدمة في هذا الفايل في هذا الاسم. نقول هنا frame read هذه الخطوة الأولى ونقوم هنا بالانزياح بالنسبة لهذه العملية وهنا المسافة بين كل فريم تكون مثلا 20 ملي سكند. وهنا أيضا سوف نقوم باستخدام الفلاج فإذا لم يكن شو فقم بالخروج من هذه الحلقة. معنى ذلك أن الفيديو قد انتهى. نرى الآن بداية قبل القيام بالتطبيق دعني أقوم بتعليق هذه العملية وأود القيام فقط برؤية الفيديو قبل القيام بتحسس هذه الوجوه. لنرى طبعا علي القيام بتشغيل هذا الفايل. أقوم بالذهاب إليه هنا وفي حال لم نجده نستطيع القيام بالذهاب هنا والضغط بزر اليمين ونقول Run Recognize Video. نراها بهذا الشكل. هي حتى سريعة بعض الشيء. نستطيع القيام بإبقائها مثلا 30. تمام. هذه السرعة الطبيعية الخاصة بالفيديو. لنقوم الآن على سبيل المثال بتطبيق هذه العملية. سوف أقوم بفك الضغط هنا. سوف أقوم بجعل هذه واحد لسريع العملية لأنه فعليا هنا العمليات سوف تصبح بطيئة لأنه عند كل فريم سوف أقوم بكل هذه العمليات والدخول في هذه الحلقات. لنرى نراها بطيئة بعض الشيء ونرى أن هناك إيرور وهو أن النيم غير معرّب وذلك على السطر 45. دعونا نرى هنا عند السطر 45 فعليا هذه المشكلة تحدث عندما يقوم الموديل بإدراك الوجه فيقوم بوضع السكوير ولكن فعليا هذا الشخص غير موجود في الداتابيز التي تم التدريب عليها ففي هذه الحالة لا يستطيع القيام بإعطاء نيم إليه فيكون غير معرّب. لذلك هنا سوف أقوم بالافتراض أن هناك نيم افتراضي لكل هذه الأسماء مبدئيا وهي النوم أي غير معرفة وفي حالة تعرف عليها قم هنا بإسناد القيمة إليه. لنرى الآن تمام. نرى بداية كيف قام بوضع النوم ثم قام بإدراكه على أنه باراك أوباما. بالنسبة لوجه ترامب فلم يستطع القيام بتحسسه. دعوني أقوم ببعض العمليات للتسريب. أستطيع على سبيل المثال في حال لم يكن هناك إدراك للوجوه بوكسز فلا حاجة للدخول في هذه الحلقات. لذلك سوف أقوم هنا بالاختبار وبعد القيام بجلب هذه البوكسز في حال اللينك والحجم الخاص بهذه البوكسز لم يكن يساوي الصفر عندها قم بهذه العمليات.
قوم هنا بالانزياع. تمام؟ لنرى إلى حد ما أصبحت سريعة بعض الشيء، لا بأس بها، ولكن كما قلنا من أجل تسريعها ورؤية هذه النتائج في الريال تايم سوف أقوم بحفظ هذا الفيديو وهذه الفريمز بعد القيام بالتعديلات. وأيضا دعوني أقوم هنا بإضافة بعض العمليات، فمثلا سوف أقوم بتعريف كي وذلك إدارة القيام بالخروج. فنقول هنا في حال كان الكي يساوي مثلا كيو أقوم بالخروج، لنقوم بالتطبيق. إذا قمت بالضغط على الكيو نرى كيف خرجنا من هذا الفايل. ممتاز. الآن إدارة القيام بالطباعة، دعوني على سبيل المثال أقوم بتعريف رايتر. فنقول هنا بداية قم بتعريف متحول رايتر، القيمة الأولية له نان، ومن ثم سوف أقوم بتعريفه هنا. في حال كان هذا الرايتر is نان، أقوم هنا بتعريفه وتهيئته، فسوف نقول cv2 video writer، وهنا سوف أقوم بتعيين المسار الذي سوف أقوم بحفظ الفيديو عنده. لنقول مثلا output بصيغة مثلا mp4، وأستطيع القيام باستخدام صيغ مختلفة، وهنا سوف أقوم بتعيين الكود والفورمات المتعلقة بهذه الصيغة، فسوف نقول cv2 video writer ومن ثم 4cc. هناك أكثر من طريقة لكتابتها، دعوني الآن أقوم بكتابتها مثلا بهذا الشكل، أقوم بنسخها 4 مرات، ومن ثم سوف نقول هنا MP4، وبعدها نقوم بإدخال frames per second لتكون مثلا 20، ومن ثم سوف أقوم بإدخال الأبعاد المتعلقة بهذه الصورة، فسوف نقول image shape عند 1، وأيضا أعتقد أستطيع القيام بالنزول هنا، ومن ثم سوف نقول image shape عند 0، وأستطيع أخيرا إضافة parameter والذي هو true كلمة افتراضية. فهنا قمنا بتعيين المسار الفورمات والفريمز بير سكند والأبعاد. تمام. ومن ثم سوف نقوم بالاختبار، فنقول هنا في حال كانت هذه الرايتر is not none عندها قم بالكتابة، فهنا سوف نقوم بقراءة هذه الإيميج بهذا الشكل. أعتقد الآن أن التعليمات أصبحت جاهزة. لنرى. لا مشكلة الآن. وقام بالإدراك. وأعتقد سوف يتولد الآن الملف والذي هو الأوتبوت وذلك على مسار الدي. دعوني أقوم بالإيقاف. نراها بهذا الشكل. تمام. جيد جدا، نرى كيف أن سرعتها طبيعية، وإذا قمنا بتطبيقها على كامل هذا الفيديو فسوف نراها بهذا الشكل. سوف ترون كيف أن المضحك بالأمر كيف أنه سوف يقوم بإدراك بعض الوجوه على أنها أيضا باراك أوباما. وقام هنا بإدراك باراك أوباما، جيد، وقام بإدراك هذا التمثال خلف ترامب أنه أحيانا غالب الأمر يكون باراك أوباما، وقام أيضا بإدراك ترامب كما نرى. إذا بهذا الشكل أستطيع القيام بالتطبيق. دعونا نقوم مثلا بالتطبيق على فيديو آخر، مثلا أوباما وكلينتون لنرى. وهنا سوف نرى ما إذا كان يستطيع القيام أيضا بإدراك الوجوه. نراه قام بإدراك باراك أوباما، جيد، ولكن كما قلنا هو بطيء بعض الشيء. دعوني أقوم بالإيقاف وسوف أقوم بعرضه بعد القيام بحفظه، وإذا قمنا بحفظه كاملا سوف يصبح بالشكل التالي بهذا الشكل. تمام، جيد جدا. فبهذه الطريقة نرى كيف أتممنا العمل واستطعنا القيام بإدراك الوجوه، وذلك إما على صور ثابتة static أو على فيديوهات dynamic متحركة. ونستطيع هنا أعتقد القيام بتعريف أكثر من frame وأكثر من format متعلقة بهذه الأكواد، وتستطيعون البحث عنها. وأيضا هناك أكثر من شكل للتعريف، فمثلا إذا قلنا على سبيل المثال 4cc تساوي هذه، وقمنا هنا بتعريفها بالشكل التالي mp4، وقمنا هنا باستخدامها لنرى، فنراها أيضا تعمل دون أي مشاكل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم.
أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.